إذن رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، والحديث عن النفس البشرية هو حديث شيق، وحتى ممكن أنك أنت في أحيان بتتعرض لضغوط وما تدري أنك أنت بتتعرض لضغوط. أحيانا إحنا ممكن نواجه حياتنا مصاعب في الحياة ما نقدر إحنا نتحملها، وممكن تواجهنا مصاعب ممكن نقدر نتحملها بس ما إحنا نكبت، وفي النهاية تصير عندنا ردة فعل عكسية. هذه كثير تصير يا ناصر. صحيح. لما أنت ما يكون عندك صديق مثلا تفضل له أو حتى تتكلم له، أو حتى بنفس الوقت ما تقدر أنت تثق في النفس، وكثير من الحديث اللي راح يكون حولها معنا شخص واحد هو اللي راح يقدر يقول الشيء الداخل والطالع على الموضوع هذا كله، راح يفيدنا اليوم ويفيدكم مشاهدينا أكيد. الدكتور زهير خشيم هو استشاري في العلاقات الأسرية نويم المغناطيسي، حياك الله اليوم معنا في صباح الكوطن، ونرحب فيك. اهلا وسهلا، حياكم الله. حياك الله دكتور، نصبح عليك بالخير. اهلا بك. يعني ناهد قالت كلام مهم جدا، يعني النفس والعلاقات، يعني ابيك توضح اكثر كلام ناهد. اوكي، النفس 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 النفس. قبل كده خلينا نتكلم عن الشخص، هو كيف بيتكون الشخص، من هو الشخص، نقول على انسان او الشخص هذا. الجينات بتلعب دور كبير، الجينات بتلعب دور كبير. احنا جيناتنا بترجع الى سابع جد، العرق دساس، سمعت في الكلام هذا. العرق دساس، اذا الجينات بترجع لسابع جد. قد اكون انا لسابع جد راجع لي عن طريق جيناتي، جاي عن طريق عمي ابويا من ابويا، او عن طريق خالي اهل امي. شايف هذه الجينات؟ اذا احنا اول شيء متكونين من ايش؟ من جينات من سابع جد. بعد كده التربيه حقتي اللي تربيتها انا في البيت، كيف تربيت؟ محيط البيت ايش هو؟ ايش وضعه؟ هل انا تربيت مثلا ابويا متوفي يتيم، امي متوفيه، في مشاكل في البيت حاصله كثير؟ شايف؟ البيت كان فيه استقرار ولا ما فيه استقرار نفسي؟ شايف؟ بعد كده اللي تعلمت منه مين هو؟ ابويا او عمي، جوز امي، شايف؟ هو اللي كان قدامي واكتسبت منه كيف بيتصرف، كيف بيتعلم، كيف بيتصرف في البيت. اذا جينات البيت، تربية، السلوكيات المكتسبه، وبعد كده بيجيك المجتمع ككل. هذا لا وهذا صح. اذا في دين يقول لك انا بيت في دين، تربيت في بيت في دين، دينه قوي، او 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 ام وابو كانوا شديدين، او واحد فيهم كان في عندهم انفتاح، شايف؟ المجتمع حصرك. بعد كده بنيجي نتصرف تصرفات بدون وعي. هتستغرب من الكلمه هذه، بنتصرف تصرفات بدون وعي. كم مره استاذي ناصر سكت من البيت للمكتب او من مكتبك للبيت وانت ما تدري كيف وصلت؟ كثير جدا، كثير جدا بدون وعي. هذه اخرتها اليوم، انا اليوم كذا في الصبح اوتو بايلوت كذا اوتوماتيك، يعني من البيت للمحطه هنا. صحيح. وصلت. يعني في شغلات مثلا بتذكرها مريت، يعني ما اتذكر وش شفت او وش مريت. جينات، مستوى البيت، البيئه، اشياء مكتسبه بدون وعي. هذا هو ايش؟ البني ادم الشخص اللي امامك. صحيح. سبحان الله. جميل. شايف؟ فانت احيانا انت بتقول مثلا شوف اخوك، شوف اختك، تقول هذه طالعه ايش؟ لعمها. صح. الولد هذا طالع لعمه، الولد هذا طالع للبنت، هي طالعه لخالتها لخاله. يعني زي ما تقول كربون، كابي كربون، او تصوير، مصور الجينات هذه، جينات رهيبه. الجينات رهيبه. قد انت مثلا تكون واعي وبتربي صح، لكن الجينات بتطغى. بعدين نجي في النفس. زي ما تفضلتي انت، وربنا سبحانه وتعالى ايش قال؟ ونفس وما سواها والهمها فجورها وتقواها. كويس؟ النفس وما سواها. حنيجي نقول النفس هذه فين محلها؟ فين موقعها؟ شايف؟ ما لها موقع. انا بنتكلم نفسي ونفسي ونفسي اعمل حاجه هذه وابغى اسوي الشغله الفلانيه، ما لهاش موقع في جسم الانسان النفس. لكن اللي بيتحكم فيها مين؟ العقل. بناء على ايش بيتحكم فيها؟ بناء على حواسك الخمسه اللي هو نسميها الادراك. ملاحظ؟ انت شفت فلان، حاسه النظر، شفت فلان،
فلان تحبه هذا ولا ما تحبه؟ تحبه. اذا ايش؟ ابتسمت. اذا رحت وتحركت وايش بناء على الشعور الحب رحت سلمت عليه. اذا مش كان المحرك هنا؟ الشعور هو المحرك. الان احنا لو جالسين كده سمعنا مثلا عشان المثال بس يزبط معنا سمعنا صوت انفجار ايش حنسوي؟ حاسة السمع حنقوم نجري مظبوط؟ جميل جدا. اذا ايش اللي حركنا؟ الشعور بالخوف. ادركنا انه في حاجه خوف. ها لو شمينا ريحه حريق ايش حنسوي؟ برضو حنقوم نجري مظبوط؟ اذا ايش اللي حركنا؟ الشعور بالخوف. جينا في حاسه اللمس انا بلمس كده الله حاجه جميله استمريت لانها حاجه جميله. لو انها حاره كان عملت ايش؟ ايش اللي حركنا هنا؟ الشعور بالالم. بعدين تجي في حاجه اللي في في تذوق. تذوق اكلتي حاجه عجبتك بتستمر فيها، ما عجبتك بتسيبيها. الشعور. اذا المحرك عندنا ايش هو هنا؟ حواس. الحواس تخيلها انت كزي ما زي القمر الصناعي او الدش او الرادار اللي بيش شغال بالطريقه هذه. بعد كده بندرك الشيء. بعد كده ايش؟ الشعور هو اللي بيعمل لنا ايش؟ عمليه الحركه. بعد كده بنتحرك بنتصرف زي ما بتقول. بتشوف واحد يقول لك هذا تصرف اهوج، ما فكر تصرف تلقائيا. ملاحظ؟ بيمر عليك ناس بالطريقه هذه صح. اذا حواس الخمسه بتحركنا، الشعور هو اللي بيخلينا نتصرف. صح عليك دكتور. طيب ممتاز. الان انت الحين قاعد قلت لنا شغلات مره مهمه، وحنا ممكن تكون اشياء ممكن مرت علينا واشياء احنا هي موجوده بس ما احنا قاعدين نتداركها. صح معي. في احيانا المحيط يكون اوكي وتربيتك تكون اوكي وتكون الموجودين العالم كله ابوك موجود وامك بخير واخوانك موجودين، بس بنفس الوقت انت قاعد تحس في شيء فاقده. في انت قاعد غريب ما اقدر في بيتي ما قاعد اخذ راحتي. جميل جدا. خلينا نرجع شويه ورا. ها ونفس وما سواها والهمها فجورها وتقواها. ايش يعني كلمه الهمها هنا؟ اعطاها بلغها. شفتي كيف؟ بلغها. انا بلغتك ترى اذا رحتي من هنا خطر واذا رحتي من هنا حلو. طب هو ايش بيختار؟ بلغوا ربنا سبحانه الهموا بلغوا. الخيار خيارك. انا بقول لك هنا الصح وهنا الغلط. اذا هو اللي يختار مظبوط؟ هو اللي بيختار عنده الالهام وبلغ. انا بلغت اللهم اني قد بلغت. صح. سؤالك ايش كان بيقول؟ عيدي السؤال عشان يتابع معنا المشاهد. لما يكون احد حولك كل العالم بنفس الوقت انت تحس بغربه. بحس بغربه. جميل جدا. هاي احنا ايش قلنا؟ فاكر التكوين اللي تكلمنا عنه الجينات وما ادراك ما الجينات ولا ولا ولا. لو الطفل هذا او الشخص هذا اتربى في بيت زي ما نقول الام والاب قاسيين كانوا مزبوط، او الحياه حقته كانت صعبه في البيت هذا، او صار هنا ما عنده تواصل ما عنده انتماء للبيت هذا، حيحس بغربه ولا ما حيحس بغربه؟ اكيد. عدم الانتماء. تخيل انا ما عندي دوله، ما عندي زي ما يقولوا جواز سفر، او ما عندي هويه، احس اني غريب ماني عارف اتعامل مع اللي امامي هذول. او هي في البدايه ايش هو؟ الاغتراب الشخصي. انا ماني عارف اتعامل مع نفسي، انا ماني عارف انا مين اصلا. لانه احنا ايش قلنا ايش؟ الذات. الذات هو ايش؟ انعكاسات كل اللي تعلمته في البيت من جيناتي واللي تعلمته في البيت ومن المجتمع. هذا بعكس الخبرات هذه وهذا انا. انا كيف شايف نفسي؟ عشان كذا دائما هم بينوهوا انه بيقولوا انه دائما الابناء لازم تعلمهم التربيه الذاتيه. الله. كيف اعلم وانا ما اعرف؟ صح. ها وابو جاهل او ابو موجود او ابو مريض. شايف؟ اخذنا الاقتراب ايش؟ النفسي، انا مغترب مع نفسي ماني عارف انا مين. بعد كده اقترابي مع المجتمع، انا ماني فاهم المجتمع هذا. مجتمع مفتوح مثلا ماني فاهمه، او مجتمع مغلق، او مجتمع متدين كثير محافظ، او وسط، او مجتمع زي ما تقولوا متحرر. اقتراب في المجتمع ماني عارف انا مين. انا في المجتمع هذا ماني عارف له. اروح هنا عند اصحابي هذول ما يعجبوني، اروح هنا ما يعجبوني، اروح هنا ما يعجبوني، حاسس اني ايش؟ غريب. في عندك المغترب كمان ايش؟ مع زوجته. بعد فتره من الزمن بعد 10 20 سنه كل واحد آراءه اختلفت ونمواته وميولوته الميول عنده اختلف، يحسوا نفسهم الاثنين غرباء عن بعض بعد 20 سنة. بعد 20 سنة
نضجوا كبروا صار هذا ميوله مثلا خلينا نقول كده وهذه وهي ميولها كده يعرفوا بعض هذولا فين الحب راح وفين الألفة راحت وفين الأولاد راح وفين كل واحد صار ميوله مختلفة صار عندك اختراب ولا ما صار عندك اختراب إذا نحن بنتكلم عن الاختراب النفسي اختراب المجتمع واختراب زواجي كمان مفيش طيب دكتور ممكن قرارات الأقارب أو أصحاب أو المجتمع تغير بسلوكيات الشخص بالتأكيد في عندك زي ما قلنا المجتمع شايف شيلني أنت كده وديني في مجتمع مفتوح شايف إيش حيصير وأنا ماني متأسس كويس خلي بالك انتبه للنقطة هذه زي ما نقول خلينا نقول في سن المراهقة أو شيل واحد مثلا خلينا ناخذها كده بكل بساطة شيل واحد من قرية صغيرة وودي له هو أمريكا مثلا نزله نيويورك كده إيش حتتوقع؟ حتجي له ما يسمى بإيش؟ فجعة الحضارة كلتشر شاك حتلاقيه ماشي كده هو في عالم بالطريقة هذه هو في ناس بالطريقة هذه شايف؟ زي لما أحيانا أنت في السوق بتشوف شوية شباب كده لابسين شعورهم كده عامل لي إيش يسموه؟ كرس شعور كده ولابس لي بنطلون كده ولابس لي مش عارف ايه كده هتقول هذول من فين هذول من عندنا هذول من مجتمعنا ولا كوكب اخر هذول طيب في النقطه هذه من الصح انا ولا هم ايش رايك ما ادسلك انا انت ايش رايك ناوي انت تكدس دائما نروح للسائد دائما نمشي مع الاغلبيه بس مو دائما يعني في الحته هذه نمشي مع الاغلبيه السائد اللي ما هو يعني ايش نكره هذول نكره لأن لبسهم غريب بس ممكن هم بيتعرضوا الدكتور لضغوط نفسية زي اللي احنا يعني زي البنات اللي مثلا بيلبسوا تيشرتات الشباب والشباب اللي بياخذوا الألوان التيشرتات نفس ألوان البناتية رجعنا للنفس ما هي مستقرة نفس وما سواها وألهمها فجورها وتجبها والنفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء شايف النفس ما هي مستقرة هنا فبيعمل نيجاتيف اتنشن عشان يعرف ها جذب انتباه سلبي مظبوط ولا لا صح. طيب لكن هو لو كان انسان عادي ونورمال اللي بنقول عليه العادي والنورمال ومنختلط في بين الناس اتخيل انا بلبسي هذا انزل نيويورك بالتوب كده انزل نيويورك حصير عادي ولا غريب لا غريب جدا طيب لما يجينا احد باللبس كده الغريب هذا ايش حنقول عليه نكره حتى احيانا بتشوفي انت عن نفسك كل الموضه انت بتتابعيها بتلبسي على الموضه وتقولي هذا ما يركبنا صح مو تبعنا هذا مزبوط ولا لا صحيح لكن في ناس تقول لك ماشيه مع الموضه يا اخي انت انسان نحيف بتلبس ضيق ليه البس واسع انت انسان متين بتلبس لبس مو لبسك ليش الناس بس بتلبس طيب جاري مع الموضه ما في تفكير بتشوفهم في السوق ولا لا جدا اكثرهم بالملاعب تشوفهم بعد شام بالملاعب في كل مكان تشوفهم دكتور يعني نهد قالت شغله الان وفتحت موضوع مهم جدا اللي قالت بعض البنات اللي يلبسون لبس الشباب طيب انا راح اتكلم موضوع هذا لانه كاثر جدا في المجتمع صرنا يعني اول كنا نسمع فيه صرنا نشوفه في كل مكان يسمونهم يعني البويات هذول يسمونهم بويات دكتور شو السبب؟ هل يعني فجأة بنت يعني كانت مثلا صاحبتها تقول هاي في المدرسة كانت بنت سؤالك حلو فجأة تغيرت صارت كذا شلون؟ نرجع مرة ثانية للتأسيس البنية هذه في البيت هي أول مثلا أول بكرية أو أول بنت في البيت على أبوه يبغى ولد ملاحظ؟ أنا أعرف أنا شفت واحدة كانت قاصة شعرها قصير وتتعامل وتتصرف كولد لأن عشان ترضي أبوها تخيل وفي حالة تانية مثلا يكون هي اضطهدت وهي صغيرة حصل لها عملية تحرش فتبغى تسوي لك اتعلمت وفهمت انه القوة في الرجل فتتصرف كرجل عشان تمنع اي احد يأذيها مرة تانية شوف ردة الفعل كيف جات تنتقم من الناس وهي قاعدة تنتقم من نفسها بتدافع عن نفسها صح تنتقم وبتدافع عن نفسها انا اساوي رجال عشان ما حد يقربني وكمان لا تنسى حاجة مهمة تانية السلطة دائما السلطة في الرجل أخوك الصغير بيخرج من البيت ولا ما بيخرج وأي وقت بيخرج بيروح ويجي ويروح البقالة وبيجي تقدر أنت تساوي زيه؟ لا ما تقدر بس هي عاقلة ومدركة إنه هو ولد وهي
أنثى. لكن لو واحدة صار لها مشكلة وما أدركت الكلام هذا، ليش؟ ليش هو يخرج وأنا ما أخرج؟ هو أصغر مني، هو اللي يروح يشتري لي ويجيب لي ويسوي لي وأنا ما أقدر أتحرك، ليش؟ إيش المجتمع هذا؟ وتبدأ تفكر بإيش؟ بعند وانتقام، تبدأ تقول لك لا أنا بنفسي، أنا حامل بنفسي وحتخرج بنفسها. وهي وشطارتها خرجت وواجهتها مشاكل، حترجع أو مشيت الأمور معاها حتستمر. بصراحة دكتور مروا عليك ناس في العيادة كذا؟ يس مروا بالطريقة هذه. بس زي ما نرجع مرة تانية ونقول إيش، النفسية غلط، النفسية غلط. إن هي اضطهدت شايف وتبغى ترضي أبوها، وانت عارف إحنا مجتمعنا مجتمع ذكور، الولد البنت موجودة الأولى، وجاء محمد ولا جاء خالد خلاص سابوا أبو كل شيء دلع وكل شيء، وراح أبو خالد وأبو فهد وأبو أبو 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 طبعاً الكبيرة. لا ما نسيش. بس إنه دكتور في يعني مثلاً في ناس مو بس إنها تكون صغيرة بالسن، شفت حالات إنه من نفس الفئة اللي أنت بتكون بتذكرها، إنه مثلاً كبرت وارتبطت وتزوجت وجابت بنت وفشلت في حياتها الزوجية ورجعت تلبس تيشيرتات الشباب وبتسمي نفسها إنه نفسها، هي نوع من إدراكها وحتى نفسها إنها يعني إنه بتتعامل كأنه تعاملين أنت، حتى لما مثلاً أنت بتناديها بتقولها يا فلانة، تقولك لا ما تناديني بضمير الأنثى أنا رجل قدامك. فهذه لما أنت ترجع لسيرتها الذاتية وحتى لسيرة التاريخية تلقى إنه هي أنا هذه الفئة والله العظيم إني أرحمهم دكتور، لأنه ربي ابتلاهم بمرض نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يشفيهم ولا يبلى أحد. يعني مرض المجتمع. لا 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 المجتمع هي مرض نفسي تقدر تقول، إن المجتمع سواها كده. قلنا المجتمع بيسوي في البداية إيش قلنا؟ اللي تعلمناه في البيت واللي تعلمناه في المجتمع. تزوجت وخلفت واضطهدت في زواجها، حصلت لها مشاكل، جوزها كان متحكم فيها مسيطر عليها وما اتفقوا، خرجت أخذ السلاح القوة. إيش هو السلطة هنا عندي؟ كي بتتكلم عن سلطة، الرجل سلطة، مظبوط ولا لا؟ الرجل سلطة، في لبس التوب الرجل إن هي سلطة، تبغى سلطة، هو اللي تأخذ حقها بدراعها السلطة. جميل. طيب دكتور أنا بعيدك على نقطة الأهل، إنه أنا بشوف إنه دائما سعادتي لما أشوف أهلي إن شاء الله ربي يخليهم لي يا رب إن شاء الله دائما تاج على رأسي، لما أشوفهم هم بخير وحولي وهم مبسوطين. نعم. تصير علينا أيام أنا هذه شوف أنا هذه أنا كناهد الأحمد قاعد أتكلم لك، هذه عندي قناعة ثابتة ما راح أغيرها وش ما كان يصير. في بعض الأشياء اللي تكون مجاورة لها تكون سعيدة، مثلا صديقاتي، يعني أشياء تكون جنبي أوكي إنها تكون هي أيضا تكون نسبة من نسب السعادة. احيانا تشوف انت كل شيء عندك اوكي بس انا بداخلي انا مش مبسوط. طيب وش السبب؟ هل النفس لها تاثير في انك تكون شخص مش سعيد؟ السعاده تكون تبعد عنك شوي. انت بتتكلم هنا عن المحرك. في عندك المحرك انواع، في محرك الذنب، واحد شاعر بالذنب، ايش المحرك عنده؟ حيصير ايش بيدور دائما تلاقيه نفسيته مكسوره وتعبان وجالس على جنب. في محرك اللي هو اللي يبغى ينتقم، هذا محرك. في عندك المحرك المادي، أنا أبغى مادة فتلاقيه بيتحرك. في اللي عنده هدف، أنت بتتكلم يناقصك الهدف. كل حاجة حلوة، البيت حلو، صحباتك حلوة، إيش هدفك في الحياة؟ لازم يكون عندنا هدف. الحياة بدون هدف ما لها طعم، ما تسوى. لولا الأمل، لازم أمل، لازم الأمل، لازم يكون عندك هدف في حياتك. أنت إيش تبغي تنجزي؟ حنروح الشغل، حنروح الشغل، هو نفسه، بس ايش حروح ابدع في الشغل؟ ايش الجديد؟ ايش ممكن اسوي حاجه جديده في العمل؟ صح. موظف الحكومه يقول لك اللي اليوم فيه صحينا فيه. الابداع خلق الشيء من عدم، الله بديع السماوات والارض. عشان نبدا خلق الشيء من عدم، يكون عندك هدف امشي ورا الهدف هذا. الهدف زي ما انت عارفه مثلا هدف واحد حخش جامعه 4 سنين، لا خلينا نخلص سنة أولى أول شيء، هذا الهدف القريب، وبعدين نخلص سنة ثانية، وبعدين نخلص سنة ثانية، بعد 4 سنين حتلاقي نفسك إيش خلصتي الهدف. أنت جيتك اليوم هنا، إيش الهدف اللي عندك؟ قدم البرنامج، البرنامج يكون حلقة ناجحة. صحيح. كان عندك ورتبتي عشان إيش الترتيبات اللي قمتي فيها؟ صح. عشان عندك هدف تطلعي بحلقة ناجحة، ناقصك الهدف، ركزي عليه. جميل.
طيب جت في بالي شغله دكتور، يعني من انا اكثر شيء رياضه وكل وقتي رياضه، يعني شاهدنا الفتره الاخيره في الجماهير يعني لما يزعل من فريق او شيء يصير حالات اغماء وانهيارات عصبيه، يعني على الطلاق يا ناصر عادي توصل احيانا لمشاكل زوجيه وخناقه. يا شفت شفت يعني هل ليش وصلنا للشيء هذا؟ يعني هل هو شيء نفسي؟ يعني ما انسان ما عنده انه يقدر يعرف ان هذه كوره رياضه، فريق خسر اليوم بكره يفوز؟ لا استاذي ما اعرف انه هذا رياضه، ما تربى انه هذا رياضه. تذكر لما كنا في المدرسه وصاحبك ايش يقول لك؟ اتحداك. مضبوط ولا لا؟ تحدي. اتعلمنا وانزرع فينا انه ايش؟ يا خسران يا كسبان، ما فيش حاجه اسمها ايش؟ وين وين، كلانا نفوز. ما تعلمنا ان الكوره مدوره والرياضه، الرياضه ايش؟ فيها تسامح. ايش معنى كلمه رياضه؟ ما تعلمنا الحكايه هذه. انا اغلبك، اتحداك انا اغلبك. الاطفال حقونا اولادنا لازم يتعلموا الكلام هذا عشان نطلع بجيل جديد. ايش معنى ايش؟ يوم لك ويوم عليك. في ناس توفوا دكتور. في ناس توفوا يعني مثلا فريق دقيقة 90 خسران متعصب؟ جات ازمة قلبية وتوفى. اتعصب من ايش اتعصب؟ على ايش اتعصب؟ ايش تسوى عليه؟ يمكن لو استغفر الله العظيم لو اخوه مات، لو ولده مات، ما صار فيه كذا. صح؟ لانه مفهوم غلط، ادراكه غلط. حتى انه الحين انت قاعد تقول الاطفال احنا المفروض ننميهم، الحين قاعده تنتشر مقاطع وقاعدين يفتخرون فيها. نعم. اطفال يبكوا لما ينهزم فريقهم. يعني ما طفل بكى استضاف النادي ثاني يوم، سووا له تكريم، والله شافوا له مقطع قاعد يلا كل العالم الحين صارت صاروا اكثر اطفال يلا فريق خسر. ما استاذه في المدرسه ما علمه، ابوه ما علمه، شايف؟ انه هذه اسمها رياضه. ايش معنى كلمه رياضه؟ هذا خطا كبير. من مدرسة الرياضة، مدرس الرياضة، من المدرسة، من الوالدين، ايش معنى كلمة رياضة؟ زي لما نقول بالعربي نحن كده لكل جواد كبوة. طيب جواد له كبوة. طيب احنا تكلمنا عن الجماهير، طيب انت اوكي هذول ما فهموا، طيب اللاعبين نفسهم، انا اشوف بعض الأندية يستعينون بأخصائيين نفسيين قبل أي مباراة مهمة، يجلس مع اللاعبين يتكلم معاهم، ممكن ياخذ بعض اللاعبين على انفراد ويتكلم معاك. ليش؟ ليش انه اللاعب استعان باخصائي نفسي؟ اقول لك بصراحه شايف، بس لا يزعلوا منها اللعيبه، مو كل اللعيبه متعلمين ترى، خلي بالك. صحيح، مو كل اللعيبه متعلمين زي ما انت عارف، يعني ايش بيجوا بيلقطوهم بياخذوهم من الحواري. صحيح، ايش تعليمهم؟ مو كلهم متعلمين. صح كلامك، حلو. فهو بيشتغل مع هذول اللي ما هم متعلمين، ما تعلم. واحد يعرف ايش كان، اتذكر لك حاجه من غرائب الحاجه تضحك لك، في لاعب اخذوه ما يعرف يلعب الا حفيان. سمعت عنه هذا؟ حق سمعنا كثير عليه. سمعت عن حجازي ما يعرف يلعب الا حفيان، لبسوه جزمه مو عارف يلعب. صحيح، يتغير طريقه المشي، طريقه الركض. ايش يسوي طيب؟ يلعب بالشراب؟ لا يتعود. يتعود. قانونا لازم يكون لابس جزمه. جزمه رياضه. تخيل انت بس. وكمل انت كده اسرح بالموضوع. في لعيبه ما هم متعلمين. بس واصلين وملايين. صح، هذه زي مثلا كمان ناخذ مثال ثاني، بيل جيت وستيف جاب ما هم بكالوريوس، ما هم جامعيين، بس شوف ما شاء الله تبارك الله ايش سووا. انا ما بقول لك انه الشهاده هي ضروري واساسها، بس والله ضروري يا دكتور، التعليم خصوصا مع اللاعبين، يعني انه قاعد ياخذ مبالغ عاليه، كيف راح يقدر يتصرف فيها هذه؟ اي بيتكلم هنا عن مهاره. اللاعب هذا مهاره، عنده المهاره هذه، التالنت هذا، بس هو مركز عليه، بس هو هذا اللي يعرفه. كلمه في حاجات ثانيه ما عندوش. في منهم اللي بيثقف نفسه، شايف، وفي منهم لا، يقول لك انا هذا اللي اعرفه، اعطيني كوره وسيبني. في موضوع مهم اللي دائما احنا بنتكلمون الان في الوسط الرياضي، هو الدارج، انه لاعب مثلا صغير في السن عمره 22 سنه 23 سنه تعاقد مع ناديه مثلا 7 مليون بالسنه ياخذ، يعني يوصل يمكن 30 مليون، فجأة اللاعب تغير، صار يتغيب عن حضور التدريبات، سفريات كثير، لبس غريب، سلوكيات اللاعب تماما تغيرت، ما يدخل النادي الا بسماعه ولا بنظاره شكل ولا كذا، يعني طبعا هذول اكثرهم يعني كانوا دكتور من عائله فقيره، فجأة جاته الملايين هذه. هذا لو دخلنا هنا من انواع الشخصيات اللي نسميها الشخصيه النرجسيه، حب العظمه. فلوس، نرجع للمجتمع مرة ثانية، المجتمع ايش سوى فيه؟ فلوس، وهو ايش صورته عن ذاته؟
ما هي الذات؟ نرجع مرة ثانية، الذات هو انعكاس. انعكاس ايش؟ اني انا اتعلمت من خبرة. طيب هو كان ولد حارة خلينا نقول، وفجأة لقى نفسه له لاعب كورة بيلعب كورة وجاته فلوس، هو شايف نفسه انه هو ولا حاجة، صح، وفجأة الاهتمام هذا والأضواء هذه اللي كلها عليها، فيبغى يتصرف بتصرف انه تقبلوني. شايف كيف يتقبلوه؟ فلبس لك النظارة وعمل لك الشو هذا وعمل لك الحاجات هذه، وكمان يبغى لما يكون هو النرجسي هذا بالذات لما يبغى يكون في محل يكون هو محط الانتباه. صار محط انتباه، حلو، عمل لك محط انتباه. كيف؟ لازم البس لك النظارة والشعر وكذا وكذا وكذا، ولما اغيب عشان تسأل عني وتدور علي اشوف انا مطلوب ولا ماني مطلوب، لي اهمية ولا ماني اهمية، يعني يكون متعمد، يعني زي شخصية زي ما قلت لك بيتصرف من غير سلوك، فاكر؟ نتصرف بدون وعي، زي النجمة مايلي سايرس، كل العالم يعني تتكلم الحين عليها، بس انه هي مايلي صارت بالمستوى هذا، وصلت له انه لدرجة انه في اشياء غريبة العقل والمنطق ما يتوقعها هي عملتها، يعني انه تطلع بالبيجاما وعادي تحضر حفل او حاجة، وبنفس الوقت نفس يعني تعمل المسامير في مناطق معينة في الوجه انه العالم تستغرب، سبب كانت انه طلاق او انفصال امها وابوها وخيانة ابوها لامها. فهذه تكون دكتور قال شيء جدا مهم، يعني ممكن اجوبة اللي قاعدة تصير في الشارع الرياضي، انا اسمعها كثير، اقعد من اصدقائي كثير، شوف اللاعب الفلاني ليش لابس كذا، ايش عنده هذا غايب، يعني يوم لما قال النقطة اللي عجبتني شد انتباهي انه اغيب مثلا اسوي اي شيء اغيب ابي اشوف هم يبغوني ما يبغوني، يفقدوني ما يفقدوني، يعني هذا الشيء انعكاس من داخل، جذب انتباه بس سلبي، جذب الانتباه هذا مهم وسلبي. نفس اللي في البيت ولا في الحاره اللي قاعد الحين نشوفها الموجات الدربويه والمدري ايش، عشان هم يعني نفس الوقت يعني انا بغيب عن الحلقه الجايه بشوف يسالون عني ولا لا، ايوه لو سويت كذا لو كذا بيسالون عنك، لا مذيع صباحك وطني كذا لازم يسالون عنك، يبغى يشوف قيمته وش غلاوته ايش، بيفكر بالطريقه هذه، بس هذا انسان ناضج، لكن لو انسان ما هو ناضج مدرك النفس الذات، نرجع مرة ثانية للذات، أنا إيش شايف نفسي؟ أنا إيش شايف نفسي؟ في أحيانا مثلا الذات المثالية عندك اللي مدي نفسه أكثر من حقها، ما شفت ناس أنت بالطريقة هذه، شوفت النفس هذه على إيه يا أخي؟ إيش عندك أنت شايف نفسك على إيه؟ صح، ما بتقول شفت فلان كذا بتقول هو شايف نفسه على إيه؟ معطي نفسه أكبر من حقها، عاطت نفسه فوق، أنا الكبير وأنا اللي فهمان وأنا المتعلمة، تحترموني وتعاملوني معاملة خاصة، حتى لما بتجي تتكلم معاه بيتكلم عليك معك من طرف خشمه، من طرف بالضبط. طيب دكتور لا لحظة قبل دكتور، أنا باللي تكلم عليها يعني ما لها علاج دكتور، ما لها شيء، يعني هذا الشخص أنت تقول عكس ذاتي إنه يبغى كذا، طيب والحل طيب معه، هل بيستمر على طول كذا؟ هو بيستمر كذا على طول، لكن إيش اللي بيحصل؟ حيبعدوا عنه الناس، حيبعدوا عنه الناس، أنت على مستواك أنت وأصحابك في كم شخص كذا أنت بعدت عنه من زملائك اللي كانوا في المدرسة؟ أنا ما يصلح لي، ما أطلع معاه، ما أروح معاه، صح، أو سافرت معاه مرة قلت ما رحت، رحت رحلة مع بعض وبعدين قلت لا 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 ما يصلح لي، صح، بعدت عنه ولا طيب لما أنت تبعد عنه، هذا يبعد عنه، هذا يبعد عنه، هذا يبعد عنه، إذا ما انتبه لنفسه هتبقى مشكلة. إذا انتبه لنفسه أنا ما عندي أصحاب، أوكي، يعني أنا في حاجة غلط أنا بعملها، هنا يبدأ أحياناً يسقط الحالة اللي هو فيها على الآخرين، المجتمع أصلاً مو فاهمني، أنا عايش في مجتمع أقل من مستواي ومن طريقة تفكيري، في ناس تحللها بالطريقة هذه، وفي ناس تقول لك لا أنا في حاجة غلط هنا، الله يا أخي أنا سمعت في عزومة وما عزمت فيها، معناته أنا غير مرغوب فيها ولا نسيوني ولا إيش اللي حصل؟ بس دكتور هو عنده ملايين دكتور، ما راح يتخلى عنه، والله في ناس كثير عندهم ملايين بس ما حد عبرهم، خلي بالك، يعني ما يصير معاك دكتور بتعطيني سياره تعطيني كذا، عارف المثل اللي يقول لك الصيت ولا الغنى، الصيت ولا الغنى، الصيت ايش؟ الشهره ولا الاخلاق؟ اخلاق، مزبوط، يقول لك هذا عيب الناس، شايف هذا عيب الناس، هذا الصيت، هذا شخص متربي، شخص متربي، التربيه تلعب دور انت، تعرف المتربي من طريقته من اسلوبه من كلامه، بس هو لما يتكلم
تعرف انه هو متربي في بيت كويس ولا لا؟ صحيح. وفي ناس تقول له يا زينك ساكت يا اخي كن جميل وحلو بس تتكلم كلمتين واستخدم الفاظ شويه كده تعابير كده قال لك ايش؟ شايف؟ بذيئه زي ما نقول كده. يا التعليم ما صقلك يا اخي، انت خريج امريكا انت؟ يعني ما سوى لك بولشنج التعليم كده ومقيت كلامك كده كيف تتكلم قدام الناس؟ ها؟ ويحترم الكبير. صحيح. شبابنا اليوم ما عندهم احترام للكبير. صحيح. بتشوفه ما الكبير هذا ما يحترمه. خذ مثلا عندك مثال طريقة السواقة. شوف انت السواقة كيف بتصير. الواحد بيعمل له مشوار يقول الله يستر. ما في انضباط. الشباب صاير طايش بزيادة. ليش؟ هذا موضوع كبير ترى، خلي بالك. ليش طيب؟ ليش؟ فاضي، اشغليني، ايش عنده؟ فين النوالي؟ فين يروح؟ فين يجي؟ صح؟ عنده بس هو ما يبغى دكتور ولا اللي. اعطيك مثال، حيزعلوا ناس كثير. الشيشه او المعسل اللي منعوه فين خلوه؟ برا البلد. طيب؟ واللي جالسين على الكورنيش يفتح السياره يطلع الشيشه حقته ويحطها في الشارع. صح. شفت ولا ما شفت؟ شفته. شفتي ولا ما شفتي؟ شفت. هذا منظر؟ لا. هذا منظر حضاري؟ لا، ويكون اولاده معاه. مثلا هاي سيبيك من اولاده اخر الليل الساعه 11 و12 في المواقف اللي عند الشيرتون هناك شايفها؟ صحيح. مظبوط ولا لا؟ ايش بيسووا؟ فتح السياره وطلع الشيشه وحط الشيشه وقاعد يعسل. احنا منعناك. وقلنا لك هناك، هذا في وسط البلد. هاي حليلي هاتي. دكتور هذا مو من الفراغ؟ مبلى من الفراغ، بس خليني انا اجيب لك اياها بما انك انت جيت، يعني في كذا استفسار قاعد يجي. الان الزوجات بيعانوا معاناه كبيره، يعني انا ما ابي احد يزعل مني من الشباب، بس انه في نفس الاماكن اللي بيتجمعوا فيها الشباب كلهم باصحابهم، نسميها الاستراحات الديوانيه، يعني لدرجة انه تحس انه متزوج ثنتين. نعم. زوجته والديوانية. والديوانية. او الاستراحة. بيظل فيها اغلب وقت وما بيخلي زوجته في البيت، عادة تنلطع للساعة واحدة ما عنده مشكلة. تحمد ربها ما في زوجة ثالثة، يعني عاد ديوانية وهي اللي هي تقارن نفسها بالديوانية كويس. يعني. استاذة ناهد ايوه كلامه مظبوط. اشرحي لي انت، تقدر تقولي ليش السبب؟ ليش هو بيروح الديوانية؟ دائما اي حاجة نتعلم نسأل ليش؟ لو هي مسويت له جو في البيت، لو هي حطت له الشيشه، حيروح تحط له الشيشه قدام العيال، حط له الشيشه في البيت الساعه 8 9 ناموا الاولاد يا اختي. مظبوط ولا لا؟ يقعد عندها الساعه 9 لازم يناموا الاولاد. مظبوط ولا لا؟ بعد الساعه 9 لما تسوي له عشاء ولقمه حلوه ومزه حلوه كده وتسوي له الشيشه وتسوي له تجديد، صحيح، تحط له المباراه اللي يبغاها، وممكن يعني تكون ايجابيه وعقلها مظبوط كده، يوم لك ويوم لي. اما تسيبه ليليا في الديوانيه حتخسروا. انتبهي في حاجه بس مهمه. بس دكتور انت ما تحط اللوم كله على الست، يعني من جد. لانه رجال في بعضهم عقولهم. امك ثم طيب. امك وبعدين في الاخير قال له مين؟ ابوك العامل اللي بيجيب القروش. طيب صح ولا مو صح؟ لحظه خليني انا بقول لك. لحظه يا استاذ تفضل. شوفي انا مين رباني؟ امك. حلو، وايش علمتني امي؟ اغلط وتسامحني، صح ولا مو صح؟ أباك تفهمي سيكولوجية وعقلية الرجل. أغلط؟ سامحني. وتسامحني، مظبوط ولا لا؟ إيش أتعلمت؟ أغلط؟ وتسامحني، حتتبرى مني؟ لا. حتزعل مني؟ لا. أمك في النهاية. أمي، حلو؟ انتقلت من أمي رحت لمين؟ أبوك. لزوجتي. صحيح. امرأة ثانية، مظبوط؟ وأبغى إيش؟ أبغى أغلط وأبغاها؟ تسامحني. وهي قعدت لي إيش؟ لا. غلطت. تدفع حق غلطك، اعاقبك. ما تعودت على كده. صح. انتبهي، مش هذه امي وهذه مرتي، طب ليش ما تسامحني كمان؟ الحريم يسامحوا، الامهات يسامحوا، فهمتي سيكولوجيته كيف جايه؟ اي بس انه يعني وش تسامحه؟ انتبهي. لحظه دكتور. يعني تسامحه يروح يسوي لها بلو ولا كذا يجلس برا ومدري شو. يا استاذه سمعتي انت وشفتي انت، تقول لك زوجات كثير تقول لك خليه يروح يلعب بس ما يتزوج عليا. صح ولا مو صح؟ يروح الديوانيه ولا يتزوج؟ صح ولا مو صح؟ خليه يروح يلعب برا بس مصيره يرجع لي. طب ليه هو راح يلعب؟ ليش؟ رجعنا ليش؟ ليش؟ اي والله ليش؟ ليش راح؟ اذا دخل بيت ونكد وهواش وكذا اكيد انه بيطلع. مو هي السبب ولا ما هي السبب؟ سبب رئيسي. داري على شمعتك؟ لا تنطفي.
اي تنوع هذه تكب عليها ماء ما تطفيها. الام ها كملي مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طيبا. العراق طيب. الام 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 ليش اطبق لك امك والجنة تحت اقدام الام؟ طيب دكتور الله يرضى عليك انا من جد والله العظيم يعني اوكي كلامك مر على عيني وراسي ومره كلام موزون وكل حاجه. مو مقتنعه بكلامك؟ لا مش اني ماني مقتنعه ناصر، بس والله العظيم في شباب كثير الحين قاعد يتابعوني يقول والله هي اللي خلتني اروح. ليش؟ من جد دكتور ليش؟ نرجع نقول ليش؟ والله ليش؟ ما حافظت عليه. يا استاذه بيجوني ناس كثير يبغى يغير اللي قدامه، هو تغير هو ايش حيصير؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. طيب خليه هو يتغير طريقته واسلوبه، الثاني حيتغير انتبه. لكن نحن تعلمنا انا اغيرها، انا حغيرها، انا اعملها على مزاجي. بالزبط. يعني كل يوم يشوف مباريات وبرامج رياضيه. هو تزوجها على اساس وخطبها عليها هي كده عجبته. هي كده عجبته، انت اخذتني كده عايز تغيرني ليه؟ انا اخذتك كده انا هغيره. شويه حاجات نغيرها فيها، نرجع نقول ايش جينات وتربيه سابع جد. اذا لو انا اتغير او انا اتاقلم، اعطيكي مثال. امس الصباح كلمتني واحده تشتكي من جوزها، ايش مشكلته؟ ما بيشتغل وابوه بيصرف عليه. هذه مشكلة. وهي موظفة. جميل جدا. صار اثنين يصرفون عليه. طيب يا امي زوجك هذا ايش مشكلته؟ قالت لي بس ما يشتغل. قاعد لي في البيت. طيب حلو. راعي مخدرات، راعي دخان، راعي خرجات، راعي. قالت لي ابدا قاعد في البيت. تخيل. ويشتغل في العقار. يتسبب له كده شوية. وابوه بيصرف عليه امي. سبتي الراجل هذا كله ومحاسنه الحلوة هذه خلي بالك، وقعدتي على النقطة هذه ما بيشتغل. حافظي عليه. تسمع عن عن عن, عن سيدات كثير قاعد في البيت وما بيشتغل ويقول لها أصرفي. مظبوط الله. أو إنه راعي مشاكل. صح. طب هذا أنا أعتبره فل، هذا مشكلته واحدة ما بيشتغل. بس مشكلة كبيرة دكتور. بس إيه من جد يعني ليش الرجال قاعد في البيت؟ مقدور عليها حبة مقدور عليها. بس تعالي خذي أنت الكاكاكول آدمي وحافظ على الآدمية حقته. طيب ليه أدفه وأخليه إيش؟ لازم تشتغل يخرج يسيب لها البيت. والله يعلم فين حيروح، من هنا ولا من هنا، ولا حينضغط ولا حيروح له في شلة من هنا ولا من هنا ويخرب عليها. إذا مين كان السبب؟ نحن دائما بنطالع في الاشياء السلبيه ما بنشوف الاشياء الايجابيه، ترى خلي بالك. ونبغى نغير كل حاجه. طب ليه ما غيرنا انفسنا؟ حتى يغير ما بانفسنا. احنا قد نكون غلط، اسلوبنا غلط، طريقتنا غلط، بس انه هذا شيء انه يا جماعه ما تلقوا بس اللوم على المراه. المراه هي صح انها بنيه اساسيه ابدا اي حاجه السعاده يعني تقوم عليها، لكن في النهايه مو كل شيء على المراه، تربيه وبيت وطبخ وكنس وغسيل وكل شيء. امك ثم امك ليش اعطاها الحق هذا؟ ربنا سبحانه وتعالى ايش اعطاها الحق هذا؟ قال امك، لانه هي من جد حمل كبير. حلو. والجنه تحت اقدام الامهات. صح. ما قال تحت اقدام العامل اللي يجيب الفلوس؟ مظبوط. مين العامل اللي يجيب فلوس هذا؟ الاب. مظبوط ولا لا؟ ايش وظيفته؟ مش عامل؟ صحيح. يصرف. بيصرف. ودحين حيردوا علينا الموظفات يقول لك طب احنا كمان بنشتغل وبنجيب فلوس. بس ما يدفعوا مثل والله يا الحين في بنات راتبها لها بس في لا حرام فيه عليك ناصر. ما قال له اتجوز هذه موظفه، هذه ما هي موظفه. كمان عندك شباب حلوين يعني يفكر في المصلحه. نكون حقيقيين. بس برضو ارجع اقول لك هي بتلعب دور كبير. إذا ربت كويس وتعرف تربي هذا مهم جدا. وبعد كده إذا هما الاثنين صار في بينهم تكافؤ وتزوجوا، صار في تكافؤ جميل بيناتهم الاثنين ويحبوا بعض ويبغوا بعض، في حاجات مشتركة بيناتهم وهذا المهم كثير. شايف؟ بتجاوزوا عن أخطاء كثيرة. طيب دكتور طبعا احنا للاسف انه المقطع دائما احنا بنشوفه دائما انه
مسألة إنه الرجل دائما بيلقي اللوم على المرأة. نعم. ما هي فهمتني. مرتي ما هي فهمتني. طيب أنت فهمها مو راضي فهمها. راح نتكلم بموضوع بعد كيف حنا نقدر نتأقلم مع المحيط الخارجي ونقدر حنا نأقلم صحيح. نفسنا عليه. نتكلم بعد موضوع النفس، لكن في عندنا احنا فقره ثابته في البرنامج اللي فقره الصحه والغذاء. انا ما تشرب المويه وبنطلب لك الان شاي كذا وندردش معاك شوي كذا تحت الهواء بعد. شكرا جزيلا. ونطلع بنشوف زميلتنا سميه واكيد بنصبح عليها بالخير وبنقولها ان شاء الله يا ربنا اوقات سعيده دائما تحفها، وحتى بنفس الوقت هي جهزنا دائما فقرتنا مع زميلنا طبعا اكيد الصحيه اللي تهم كثير من النساء. يعطيك الف عافيه، شكرا للزميل مساعد الحصان، واهلا بمن انضم الينا الان في الجزء الاخير من صباحك وطن اول 10 دقائق الاخيره. واللي ما تابع طبعا بالبدايه صح؟ شوف الاعاده. شوف الاعاده بس من جد والله فاتكم، واذا ما شفت الاعاده لا بس اليوم الناس سهرانين. شلون؟ اعتقد اليوم الاعاده بتتاخر. لا الاعاده اكيد تتاخر، تكون متاخر ان شاء الله. حفله التتويج وكذا بس انه ان شاء الله بتنعاد وبعدين عاد بتشوفونا مشاهدينا. صحيح. نرجع لك دكتور. نعم. يا الله انا قلت كثير مواضيع كانت جدا مهمه ووقت الفاصل بعد قلنا اشياء كثيره صحيح. وطارت بس نحن نرجع موضوع كثير وبعد حتى في ناس سالوني عليه موضوع الضياع وانت في قمه مجدك وقمه انجازك وقمه الاشياء الجميله اللي عندك، يعني انت نجم ومشهور او حتى بيتك موجود واهلك موجودين زوجتك بخير زوجك بخير اولادك كلهم، احس نفسي ضايع نفس الوجه النجم لانه نفس الشيء انا مش مبسوط، هذه نفس المعنى ولا كيف؟ انت بتقولي حاجه جميله جدا، القناعه كنز لا يفنى مظبوط؟ صح. والدين الوازع الديني، انا ما انا عندي كل حاجه بس ديني ضعيف كل حاجه ما لها قيمه ترى حتكون. ناخذ امثله اللي نعرفها مثلا زي عندك مايكل جاكسون وصل قمه الملك كان اسمه وفي الاخير ما عنده دين، ايش صار فيه؟ ألفيس بريسلي قبله كده وال 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 والاغنياء شايفه؟ ما في دين. شوفي فضل الدين علينا كيف؟ صح. الدين بيعطينا الامان هو جواته فاضي وصل لكل حاجه بعد دائما يقول لك ايش؟ وات از نيكست؟ ايش بعد كده؟ ايش بعد كده؟ ايش بعد كده؟ في عندك حاجه ويمكن انت بتمري على تمريتي فيها، انتبهي لي فكر معايا كده، لما تعمل حلقه جميله وناجحه وقمه ها؟ بعد الحلقه هذه تشعر بايش؟ تشعر بحزن ولا بفرح؟ فرح وسعادة. وبعدين؟ حزن. تشعر بحزن. ايه؟ ليش؟ لأنه ما أعرف بس أنا كنت عايشة شعور مرة جميل وما انبسطت لما أنا قدمت في الحلقة. لا لا قدمت كانت حلقة رائعة. لا بعدين صارت يعني نفس ودي أعيش نفس الشيء. لا ودي أستمر أنا خلاص سويت كذا. بتقول وات إز نكست؟ إيش اللي بعد كذا؟ إيش اللي إيش حقدمه؟ لأن الصعود للقمة سهل لكن محافظة عليها أصعب. محافظة عليها، فأنت وصلتي هنا فوق طيب وسعادتي بحزن، إيش حقدم بعد كذا عشان يرفعني؟ ولا انا حنزل ها؟ اكتئاب ما بعد النجاح هذا اسمه حاجه علميه اسمها اكتئاب ما بعد النجاح، كيف نعديه؟ وصل القمه نجح في حياته حيصيبه ايش؟ اكتئاب، يبغى يعمل اي حاجه عشان ايش؟ يتسلى. وشوفي المجتمع نرجع مره ثانيه ايش كان قدامه؟ فراح بدون وعي راح كده او راح كده. هذه مشكلة. شوفي مثلا انت مثلا مرة الرئيس الفلاني دائما تلاقي مرة الرئيس ايش بتسوي؟ بتروح جمعيات وبتشوف هنا وبتشوف هنا وبتشغل دي وبتسوي حاجات انسانية. تتذكر ليدي ديانا كانت صح. كان لها باع طويل في المواضيع هذه، بتسلي نفسها. الجمعيات يعني الجمعيات اللي اعرفه انا الجمعيات في العالم كله جمعيات الناس بتروح تتبرع بوقتها تشتغل فيها، ما هي وظيفة ما فيها راتب، اسمه عمل خيري تطوع شايف؟ اللي فاضي يعمل قاضي. لما توصل لكل حاجه عندك نرجع انا ونرجع نقول مره ثانيه فين الامل؟ ما فيش امل، عندي كل حاجه. انتبهي ابغى اسال سؤال، الثانويه العامه العشر الاوائل من الثانويه العامه على حسب خبرتك وعلمك من اي مدارس؟ الحكوميه ولا الاهليه؟ اهليه. ها؟ اهليه. حكوميه. ليش؟ قولي لي ليش؟ ها؟ قولي لي ليش؟ ليش؟ لانه الحاجه ام الاختراع. اها.
هو في المدارس الحكوميه ومستوى المدارس الحكوميه وعدد الفصول وعدد الطلبه في المدارس الحكوميه، الحرمان بيعمل ايه؟ بيتخليه يتحرك، يبغى يعمل حاجه. انا عمري ما سمعت في المدارس الاهليه واحد طالب من العشر الاوائل عنده كل حاجه. صحيح. مرفه. المدارس الاهليه انا اسميها المدارس الايش؟ الترفيهيه. ما فيش حافز يا استاذه. احنا بنتكلم عن حافز، عن امل. الامل حافز، هذا ما عنده. ايش تتوقع؟ لكن الحرمان بيعمل ايش؟ بيصنع الانجاز. بيصنع الانجاز، بيصنع حافز. انا ابغى اخرج من هذا اليم اللي انا فيه، ابغى اخرج منه، حاعمل ايه؟ لازم ادرس، لازم اعمل حاجه لنفسي عشان اخرج منه. اذا هذا دافع، محرك. مظبوط؟ دكتور، يعني حتى اتذكر انه في احد القصص اللي هي الطالب اللي حاز على اعلى درجات وراحوا يبغوا يكرمون اهله، قالوا له وين ابوك؟ اكتشفوا ان ابوه هاجر امه، هو عايش على الجمعيه الخيريه. فلما جالسوا يتكلموا معه يقولوا انت، يقول انا لما سويت هذا الشيء كله علشان اثبت لابوي اللي اصلا مو سائل عننا انه انا اقدر اصير اقوى منه. الحرمان. طب تخيلي معي العكس كذا، لو ابوه موجود كان ايش طلع؟ ما كان بيطلع. كان يمكن دلعوا وطلع ولد خسران خربان. صحيح. الحرمان. دائما لما نبغى نعطي اولادنا نحس بحساب، هذه الزبده في الموضوع. ايش تستاهل انت عشان اعطيك؟ ليش اعطيك؟ ليش اسوي لك السياره هذه؟ ليش اشتري لك الكمبيوتر هذا؟ ليش ايش اعطيتني عشان اعطيك؟ لازم اخليه ايش؟ يشتغل على الشغله، مو بس تعطيه بدون حساب. صح كلام. هذه التربيه الغلط. انا بشوف الولد عنده وعنده وعنده واشوفه كيفه في دراسته، ماشي حاله. طب ليش بتديله هذا كله؟ طب انت بتخربه. خربه ولا ما خربه؟ صح. لما يجي ولدي يقول لي ابغى سياره مرسيدس ولا دايرنش، وانت في الثانويه ولا في الجامعه، امال لما يتخرج اجيب له صاروخ؟ كله بحسابه، لازم نحسبها صح. هذه اساس التربيه. مو معناته عنده معناته اخرب الولد. ما عندوش حافز، ما في حافز، ما في امل. هذا اللي بيحصل. هذول الجماعه اللي بيتكلم عنهم انت نفس الشيء، عنده كل شيء متوفر بس ما يقدر يبدا ولا يقدر ينجز. هيبدا ليه؟ يفكر ليه؟ ما قلت لك الراجل قاعد في بيته ما بيشتغل، ابوه بيصرف عليه، هيشتغل ليه؟ اعتقد انه بعد مشكلته هي المره نفسها لما قبلت انه زوجها زوج واحد ما يصرف، يعني ابوه يصرف عليه. فالمفترض انه هي كان عندها اساس من البدايه، اذا كان عندها المبدا هذا انه هي الان اختارت وفهيت. ما قلت لك تغيرنا. تغيرنا. صحيح. صار انسان غريب عليها. دخلنا في ايش؟ في الغرق، في 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 العاطفه، المشاكل العاطفيه. صرنا غرب. طب انت اخذته كده. صحيح. تشتكي ليش؟ صحيح جميل. احنا كان ودنا دكتور صراحه نكمل معاك، يعني ساعه تكلمنا معاك، لكن ودنا الوقت يطول اكثر، لان الكلام جدا مفيد. وانا شخصيا استمتعت بكلامك، يعني انت يمكن لو جيناك في العياده اخذت منه فلوس هنا ببلاش. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يعطيك الف عافيه دكتور. شكرا جزيلا. شكرا لاستضافتكم. شكرا لكم. شكرا. يعطيك الف عافيه دكتور زهر خشيم، وانت استشاري في العلاقات الاسريه والتنميه المغناطيسيه. الحمد لله. شكرا جزيلا. شكرا لك، وشكرا لك ناهد. الشكر موصول لكم انتم مشاهدين الكرام ومتابعي القنوات الرياضيه السعوديه على طيب المتابعه. موعدنا يتجدد معكم باذن الله في الحلقه القادمه من يوم الاربعاء ان شاء الله. تقبلوا تحيات طاقم برنامج صباحك وطن من اعداد وتقديم ناصر الهاجري وناهد الاحمد، من شرف ومتابعه مهدي المزارقه. في امان الله. مع السلامه. We'll be right back.